ومن جزيرة كبر أجوانا بحرية برية. ما شاء الله يا الربيع تبارك الرحمن. خيال خيال خيال, 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 خيال ما شاء الله. شوفوا الربيع شوفوا. راح تكون رحلتنا جزء منها بر وجزء منها بحر. هو وين ما أشوفه بس خلاص. شوفه شوفه حوت ما شاء الله. أول مرة أشوف حوتين كذي كبار بالحجم هذا بالكويت. أي مكان خارجي بالدنيا نطبخ فيه. كفو كفو كفو. شوفوا ربيع الجزيرة تبارك الرحمن. الجزيرة خضرة لأن خفيفة وسهلة الحمل. شنو سبب ابتسامتك الصباحية؟ قطيتنا قطيتنا. شنو عشان اليوم؟ دول من الطيبة. يا سلام. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية. حاليا في بداية طلعتنا البحرية راح نوريكم جزيرة كبر. راح تكون رحلتنا جزء منها بر وجزء منها بحر. جاهزين يا شباب؟ جاهزين يا بوان. احنا بسنة الفنطاس 20 ميل ان شاء الله الاتجاه الى جزيرة كبر. لازم تلبس كل شيء. شوف عاد متغدى شوي موجود. هلا يا هلا. لازم تكون ملابسك خاصة حق البحر. هو وين ما اشوفه بس خلاص. تمام بق بق. كاو 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 كاو. ما شاء الله ما شاء الله. شوف شوفوا زعنفته. خفف الشعلي. كاو كاو يمين يمين يمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اول مره اشوف حوتين كذي كبار بالحجم هذا بالكويت. قاعد تشوفون الحجم. شوفه شوفه حوت ما شاء الله. شوفوا 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 شوفوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا تشوفون الحجم تبارك الرحمن. اثنين مع بعض حصيده حصيده. يلا 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 حصيده لقطه مو ناخذه ويانا. شوفوا شوفوا حجمه شوفوا حجمه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قوي يمين. ما شاء الله ما شاء الله. لا اله الا الله. تم الوصول الى جزيرة كبر. ما شاء الله فاضية. توقعت ان مزدحمة من العالم ولكن ما شاء الله. شوفوا ما في احد. شوفوا شوفوا تبارك الرحمن صفاء الماي. ما شاء الله. نيجي عن قط السن. هذا السن الثاني اللي راح يثبته بالجزيرة عشان يقضب الطراد ويتم كذي ما يمشي مع الماء يمين او يسار. مرحلة خطرة. بسم الله. اللبس مع البحر شوفوا يصير ليه ثلاثة ارباع الجسم عشان ما يحوشه الماء البارد ولا شيء. الماي موجود. طال الدياي. شنو يبا شنو؟ أي مكان خارجي بالدنيا نطبخ فيه. نشوف هذه ثلاجة الـ ARB على البركة الشعلي. الله يبارك فيك. هذه من مميزاتها إنه تنقط بأي مكان. ها؟ ديوتي هذه. تنقط. الماي ضد الصدمات ضد كل شيء بالدنيا. نعم تقطها بالوانيت بالدبة. يطق عليها مطر أمورها طيبة. تريحك. بطل هدرلك. ما شاء الله 60 لتر. 60 لتر تبارك الرحمن. هذا تبون الحين ولا بعدين؟ ادي ادي. الجناط اللي استخدمهم حق البحر هذه ضد الماي وهي نفسها جنطة الظهر. عندي من الحجم هذا الى الحجم الصغير اللي بس يركب فيه التلفون. شغل النوم كله هني. هذه لو قطها بالماي الحين راح تطفح واضمن انه ما راح يدش ماي داخلها. نفس الفكرة هذه. شوفوا هذه ال 15 هذه 30. فكرتها انها تسكرها كذي. النايلون مالها وايد يبر وايد قوي. تسكرها كذي بعدها تسكر هذول ببعض يمين ويسار. الله اكبر الله اكبر. شهدوا ان لا اله الا الله. شهدوا ان محمد رسول الله.
حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ناطرين هالأجواء من زمان، من زمان. قاعد يعني نقول واحد من الأسابيع من ضمن خططنا اللي رسمناها في أيام الله يبعد عنا وعنكم، أيام الحظر اللي هو أيام كورونا. فقلنا إن أحد الأسابيع بما أن المنافذ كانت مغلقة، فقلنا أحد الأسابيع إذا صار الجو زين راح نروح كشتة بحرية، وهذا أفضل جو من الأسابيع اللي فاتت، فقلنا ما نطوف هالفرصة. أيوة والله ما نطوفها على طول. اليوم تاريخ 31/12/2020، وبعد شوي إن شاء الله ندخل السنة الجديدة اللي هي 1/1/2021. راح ندخل السنة الجديدة وإحنا بجزيرة. بجزيرة. كل سنة رأس السنة نكون بمكان. مرة كنا في تبوك. بالعلا. مرة كنا بالعلا. مرة كنا في مزرعتنا العزيزة. نفس اليومين كنا بالضبط. نفس اليوم كنا بالديسة السنة اللي طافت. دياي بالكاري، نفس الطبخة اللي طبختها بالسقرامي. يا سلام عليك. اللي سويتها بدون عيش، بس الحين بجربها مع عيش. الحين قاعد نتبل الدياي هني. حطينا الروب، كمون، كركم. يعيش يعيش. عاش من قال. شغل القهوة. قاعد تسحب طراد انت؟ لا عشان جسمه ينزل على راحته. عاش النشري عاش. بعد الفحم موجود؟ اي نعم. كل شيء موجود. يا سلام عليك يا سلام عليك. ساعة كان طراد اقرب. الحين خلاص الماي قاعد تجي. كل بين فترة وفترة نشيك لازم على الشغل. الغيم فوق صاك تبارك الرحمن، شوف القمرة. كفو 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 كفو. لازم الاجواء الطيبه. ايه الوجيه الطيبه. قند راسك شوي. ايوه ضبط نعم. القهوه ضبط. حاضرين حاضرين. يلا دقائق دقائق وجاهزه ان شاء الله. والله كطيب. تحطوا لايك. اه شو اسوي؟ شلون تسوون كذي؟ يا سلام عليك. بسم الله ما شاء الله. لحق 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 عليها لحق عليها ما شاء الله. ايوه تسلم ايدك شالي. طبخة ولا أروع الصراحة. دياي بالكاري. يا سلام. دياي ترف ما شاء الله. والخلطة صجية ما شاء الله. عادة الأكل نوكل الحصني ونوكل الذيب على حسب المنطقة اللي احنا فيها، ولكن بما أن رحلتنا بحرية راح نوكل السمك هالمرة. راح نوكل الحوت اللي شفناه اليوم الصبح. الله لقطة الغسيل هذه تذكرني، تدري بشنو لما تغسل بالبحر؟ تذكرني بالديسة يوم قاعد نغسل. يوم نقول اخو الماي حار. طلع الماي دوفي والله الحين. اي والله كاي 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 كاي. تعالي تعالي. شوف 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 شوف. جولة. يلا انت غسل او شيء. صعبة صعبة عقب ما فولنا كاري. هذه الليفة طبيعية. صنفرنا الصينية. جواك الله ابو محمد على غسيل يدك. كل عام وانتم بخير جميعا متابعينا الاعزاء. اليوم يصادف 1/1، ان شاء الله تكون سنة خير ومحبة على الجميع. والله يرفع عنا وعن الأمة الإسلامية البلاء. آمين 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 آمين. وإن شاء الله تكون سنة خير. اللهم آمين. والسنين القادمة هم كلها إن شاء الله تكون سنة خير. إحنا الحين قمنا نتمنى إن الحياة ترد طبيعية نفس أول. إحنا نبيها الحين إن شاء الله تكون أفضل من أول. إن شاء الله يا رب. الله يسمع منك. فعلوا خير. إن شاء الله. مع الويه الطيبة هذه متفائلين والله. نعم. وبطلوا الحدود بنسافر. لا لا. عليها لايك. بس صار 21 خلاص. خلاص بس. بس يلا باي. شوف الغيم فوق والكاميرا فوقنا منورة المكان كله. هذه قعدتنا بدون أي إضاءة. تبارك الرحمن. بسم الله. ما شاء الله. هلا الشباب صباحكم الله بالخير. هلا والله تي زين. بينز احمر. يا سلام عليك. رد بينز. اسكزمي سبب تغيير الماكله. المعلبات اكثر شيء البحر وشي ما نبي نخزن وايد بالثلج والامور هذه. ما نبني بيض يتكسر شيء يخترب. شنو سبب اختيارك هذه الخيمه في الجزيره؟ لان خفيفه وسهله الحمل. نعم نعم نعم. شنو سبب ابتسامتك الصباحيه؟ شنو سبب ابتسامتك يا ابو طلاب؟ من صباح الخير لازم تبتسم الناس. يا سلام يا سلام.
اجواء خيال تبارك الرحمن. هاي طريقة التشطين اللي امس، شوفوا هني خراب وجدام خراب، ما شاء الله اغلب المتابعين يو صورونا من الصبح، شوفون طراريد اللي قاعد يحدقون دار مدارنا. حان وقت الريوق، بالعافية شباب بالعافية. اجواء الريوق مختلفة هالمرة بالجزيرة وعلى يال البحر. يا سلام، سهمكم العافية. تحية حق لبنان، قطيتنا والآن مع جولتنا في جزيرة كبر. شوفوا المنظر ما شاء الله تبارك الرحمن. لا 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 ما شاء الله، شوفوا الربيع، الربيع اللي داخل الجزيرة. هذا الممر اللي ممكن تدخل منه، شوفوا احنا هني مخيمين هالصوب، فهذا الممر. امس كان ليل فقلنا ما راح ندخل بالليل، نبي ندش بالنهار ونشوف الاجواء. تبارك الله ما شاء الله. شوف الخبيز عادي نوكل، هذا كنا بسوي لكم طبخه فيه ادياي بالخبيز بالكاري. ما شاء الله، شوفوا المنظر تبارك الرحمن. هذا لان الارض ما تنداس بشكل كبير مثل البر، فشوفوا ما شاء الله شلون النبات طالع بكل اريحيه. هاي الاجواء، اجواء الربيع في جزيره كبر تبارك الرحمن خياليه. ما شاء الله العشب وايد صاعد، اللي هو الخبيز اكثر نبات لقيناه. ما شاء الله شوفوا ارتفاع النباتات هنا. طبعا هذه النباتات بالصيف تكون كلها عشوش حق الطيور النورس مع طائر الخرشنه، اللي يعتبر نادر وجوده ولكن يتكاثر ما شاء الله بشكل كبير. يعني نقطه تكاثر له جزيره كبر، دائما تمتلي من عشوش النورس مع البيض مع الفروخ تلقونهم، ولكن في فترة الصيف مو بالوقت الحالي. ان شاء الله اذا الله سهل وقدرنا نصور لكم اياهم في الصيف القادم. الحين هنا نهاية الجزيرة، ما شاء الله هناك على اليمين فيه هم ناس كاشتين، شكلهم جايين اليوم الصبح. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله يا الاجواء. ها صعدتوا كنا فوق، بسم الله ما شاء الله. يا سلام يا سلام، ما شاء الله. شوفوا الاجواء فوق تبارك الرحمن. هناك طراتنا احنا، شوفوا ربيع الجزيره تبارك الرحمن. الجزيره خضره خضره خضره. تم لبس اللبس مال الماي، شوفوا هذا اللبس ان شاء الله الى الطراد عشان نبلش رحلتنا البحرية. بسم الله اسحب السن. لا تقول وعياد اول مرة يصيد، كافو عليك اول مرة يصيد طبعا بالجيج. ها كافو 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 وعيادة، يلا يلا ان شاء الله الياي اكبر. ان شاء الله الاجواء عجيبة. ايه البلدي فتش. ايه البلدي ايه 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 كافو كافو، خذ عليه خذ عليه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف 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 شوف، هذا اللي نقول عنه احنا، هذا اللي نقول عنه. لا تقطونا يا جماعة. شوف 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 شوف، انا صدت ما ادري شنو. لحظة خلنا اسحب. شوف الله. اه كاسور كاسور. جيجينج 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 على ابو احمد. هلا الشالي. هلا والله. هلا هلا. شو ركب هذا الحين؟ ردع خلاص. زين؟ ها؟ إيه وين المدور مالك؟ المدور؟ قررنا نغير الموقع. نروح ندور لنا سمكة. ما في نورس قام يطق نفس الفيديو اللي طاف. اللي راح يطلع هني الفيديو. وين راح يطلع فهد؟ هني هني. شعري والله. هذا العشاء هذا العشاء. خل نشوف يلا. لقطة كارية امسكها. شبح البحر. شيء حي؟ اي حي يرزق. اجرب طعمه؟ لا. لا تعال نشوف. لا قاعد تكذب. صدمني والله صراحة صدمني. تعبط انت؟ طعمه رمل. رمل؟ والله طعمه رمل. زين يمكن شيء سام.
الله يرحمني. استغفر الله. طول الجق خش شو ضرب عليه ما ادري شو الجق اطول منها يمكن. اي والله ملقوفه. هاي نفس توم جيري شي تحطها بحلجك تسحبها يطلع بس شو اسمه العطر. في يزه ولا شنو؟ في يجيب اليزه بالحمام شباب واحد يجيب اليزه. شوف 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 شوف. ما شاء الله. يجيب يزه يجيب يزه يجيب يزه. احتياط كنا دويل صح. بطل درك شوي. واحد تحت الطرة. واحد تحت الطرة. يجيب اليزه بسرعه بسرعه. بسرعه لا يقص يا شباب. دويل. جاري. عاد المشري سلام كف 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 على دول 100 مبارك الله راس تحتنا دول 100 عاش الشعلي عاش من قال شغلنا اليوم فل بدائي فل بدائي شبينا النار بطريقة بدائية عندنا هذه مفتوحة يعني نفخ فيها عشان تشب النار الله عليك يا الشعلي الله عليك عقب ما ردينا من البحر نبي نرتاح صار برد شوي نبي نتدفى شوي نبي نعيش اجواء البرية تونا متعشين شكرا ما اكل توست وجب والله والله جيب صاحبك تعالوا الشعلي هني قاعد يعزم رفيجنا الجديد تعال اطلع بتصوير عندنا تعال من الصبح هو يصور طرادنا مو اقول لكم اليوم في ناس قاعد يصورون طرادنا هني هذا اللي قاعد يصور ها هذا اليوم هذا اليوم اشوف اشوف ورا المتابعين ها هاي طبختكم هناك هاي طبختكم شنو عشان اليوم صيدنا دول من الطيبه يا سلام عليك صيد المشري ايوه ايوه شنو صيدي انا صيدي ما تبي تحط صيدي لا باتر طريق فيه شعلي هني قاعد يغسل سمك وينظفه كفو والله كفو كفو نفس فكرة الفلي ها ان شاء الله ما شاء الله شوف شوف بالبهارات مخشوش يا سلام عليك يا سلام عليك اجواء الاجواء ذبح اي والله متابعين بالانستغرام متحمسين ولكن مو قاعد نعطيهم كل التفاصيل تفاصيل حق اليوتيوب حق اليوتيوب هني غسل العيش مع التنقيع وهني القلي يا سلام بسم الله ما شاء الله سلام سلام حياك الله يحييك اسعد الله صباحكم بكل خير اليوم يومنا الثالث في جزيرة كبر الحين قلب الطراد شعلي هلا والله صباحك الله بخير صباحك الله بالنور والسرور خلاص عزلنا هني قهوتنا الصباحية ها نعم على الطراد على ما يخلصون الشباب باقي الشغل شلنا تقريبا معظم اغراضنا بس باقي عملية الترتيب نرد كل شيء في مكانه وبعدها ننطلق ان شاء الله الى الشمال الحين ان شاء الله بس شلنا كل شغلنا من الجزيرة هذه بالفيديو قبل كم فيديو حطيناه في اليوتيوب عن طريقة شن الاخراب اننا سوف نذهب الى شمال الكويت اللي نصطاد بعض الاسماك هناك ان شاء الله عاش 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 الشباب عاش 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 بس باقي الجناط داخل عيل الجنطة الحمراء هذه والحين مع فقرة الريوق مع الشباب يلا يبا يلا 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 نبلش طبعا هذا على ما نركب الطراد ولا الشعلي يسوي خلطته تورس سريع اي لا مع الشعلي ما تيوح اي نعم ما تيوح الشعلي ضبطك نعم نعم حاطني شنو انا امسك عادي اشوف اشوف كنا كل شيء بتحطون فيه فلفل يا الربع علينا احنا بالطريق عاد شعلي عاد بقى
قال الدرب الدرب رايحين ان شاء الله الى الشمال. اهلا اهلا اهلا. ها وين مودينا؟ الشيم. وين حق الشيم؟ اي الشيم. تبي الشيم؟ اي نعم. الحين الحين احنا في راس الجون. شوف الطراريد ما شاء الله عكس يوم كنا بكبر ما في احد نهائيا. الحين هني ما شاء الله العموم تبارك الرحمن المايه وايد اهدى. شوفوا المايه هني شحلاتها غير عن يوم كنا بالجنوب كان موي والهواء وايد قوي. هني وايد اهدى بالديره. كنا بيكشف هناك ها؟ بس ما عنده خيمة. لا ناس تسليباك بالرانجلر. كلمة حق المتابعين. كلمة حق المتابعين مركز ما اقدر اعطي كلمات. لا يبا مو كات ترند هذا وحطوا عليه لايك. والقمرة ما شاء الله طالعة هني شعلاتها. ما شاء الله. وبس. وانت ما شاء الله عليك مخرج منتج ممثل. طبخه على نار انت وايد حار. يا سلام عليك. لا لا مو حمام مو حمام هذا سمك غير. سالم هاجري هذا رفيجك حاضر موجود. انا شنو اقول شيء بس اسم لا من جزيرة كبر. وا برية بحرية. يا سلام. لا أنا شكو أقول أنا يا سلام. لا شنو أقول؟ إيه حلوة معاي. إيه شنو إيه. عزز لي. أنت تتكلم عن ربيع. عرب ما شاء الله. ويوكو حلم تسمع شيء. يلا يلا. واه نيها. شيك تقول بحرية وايد. يلا. يلا. كات كات. يلا.